ما شاء الله. يعني زمان غير حال نشارك في الدورية إحرام من مار التيران تم بغثير دير وسط ماري حمد بلد الاصل اخذ خاصه وتنفيذ لتعليمات سيد منصور بن جمال هنا غير ساعه نخدموا طولايا دينا وتواصل سبع سنين اللي نسوجد باش انا نجي الدوري تمت مزيده وين مزيده وين ولي ما نفرق السيد القنصل العام ديالي اللي في فرانكفورت بحضور جميع الطاس الجمعيه ذي الاحضان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زين دين فرانكفورت قليمان نشي سمينو قبوش عبد الحكيم زي بني شيكا سورتكم السنيتا زي نهاران مهم نجيش ندورين نتشمت مزيدة وين مزيدة وين وليمان فرانكفورت ديت سمباخ وفنباخ مهم نسمون زي تصد مزيدة وين نهاران ستشد مزيدة وين ما شاء الله. الأول تشكر خويا عيسى نادور راس نادور أزغنغان مباشر تخاوض أزغنغان سيتي أزغنغان مباشر سامح عيسى تشكاريت وتشكار أحبابي يحضن دني تمارا ينضمن نهارا جازولي سعيد اليعقوبي محمد ذويكس مارا نشين مارا المهم تشكاخ المار يجن الجن المناسبة هي نهار من ميخذ المون المهم نسمو نتاه مزيدة وين إن شاء الله اللي مالي كمر 16 نتاه مزيدة وين إذا بغينيغ نبغى نعاود غير المهم ما شاء الله توارى مني كل شيء من ديوس خويا عيسى المهم يجن دوري المهم صبحة التاسوات جدروس إن شاء الله نتمنى نتمنى عام غريت هذا اثنان ان شاء الله الزغاف نلقاه مليان كيبوت مليان نلقاه الزغاف تسقوس نلقاه 16 المهم الحمد لله تمثل قنداوه ومثل تي مزقيده وين فاميليا دوكار مارت تمثل قنداوه يجني زارون غنيت الحمد لله خو مروان مونداني ثاني تي مزقيده وين غير تشما وتجيب ما دي ماني غير مزان يجن ويزار ونغليت الحمد لله بارك الله فيك سي حكيم تحيه غير تحيه ان شاء الله سمح ما يو خو السور دغيا شويه انا ننام شويه مره تفدد فيديو سبحان اصدع ذاك شك هذا غريش التحيه استاذي فرانكفورت غريسهايم ار باري لي بيكينيو محمد ويا وينو ايش التحيه سحبني شي كام مره ماني مجان لا ذي المغرب لا باري المغرب المارود الغي السنن شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نهار توجدني الدوري الصحبه في فرانكفورت ما شاء الله يجن الجو يصبح اخوي اذا نتغان غدا 16 مزيده وين زي جميع البقع والمدن اللي ان شاء الله نشين سيما تنغنوز نشارك سيسم البير مسجد البير نشبالباخ يجن داني تا في فرانكفورت يجن الجو ما شاء الله الاخوان داني تا يعجبان غير حارطاس و يجن داني تا يجن الدوري نضمن دا يجن الدوري يعني ما شاء الله احترافي الجو تو غنزار ان شاء الله فوش تفاض حرام المرا حضان سواء نيني تغال دنتي راكي سنكور حد نغني خربي وان زري وسين دوراني هنا يجن الدوري دايس صلة الرحيم دايس نسنجدو نغني نتهار ديجا كون نغني انتي ران تقصاد الجارانا ونتمنى ان شاء الله هذه عدود كيجن اخ هذه عدود كيجن جو اخوي وشكرا وتقادر كنيو كنيو قناة صغير غنمو بشير سي عيسى واني كاميرا بارك الله فيك شكرا تقادر كنيو شكرا Jetzt geht's in die Lösung. Dann zeigt mein Schiff in die Lösung. Ja? Inshallah. إذن المشيت مع المتتبعين عزن رخون سحب القرعة ويابحن إن شاء الله العمرة يتيش جمعية ميقات الحضور القنصل العام تمواطن نغل المغرب أمسية نغن هذا مقراني ثمشي ثمان المتتبعين عزني عدد ذي فرانكفورت تنظيم محكم جمعية الصحبة الخوان يتم الإعلان الفائز لجائزة نيخس العمرة
ايثما شوي ثمان المتتبعين عزيزين عمران من نصيب الاسم الاتي ان شاء الله لكن اختي معهم كان عايش من لحظه تركني وان شاء الله لحظات جميله ورائعه جدا المجهود الصحبه مجموعه الصحبه مجموعه الشباب جدوا من النير صحبه صالحه يسمون 16 مزيده والنهار في تباري نير في Sound auch ein Bus Maler, oder? Wo ist Samir? Wenn er nicht da ist, dann. Dann nächste. Doch, 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 der ist da. Der ist da, der ist da, der ist da. Der ist unter 18, oder? Fünf Personen hat er auch Kinder, bitte. Das ist schwierig, aber bitte. سمير السلام عليكم سمير vielen Dank Achi mit machen kommst inshallah mit inshallah wir machen die Details unter uns jetzt inshallah ich immer den E-Mail und dann geht's noch weiter inshallah vielen Dank an alle und dein Bruder mashallah das und uns machen ne also vielen Dank السلام عليكم بس ما شاء الله مبروك يا سيدي عبد الحميد سمير دير معنا سقنصون نجيب ان شاء الله كارطه ديالي وواحد السيروات والاشهار ان شاء الله عندنا في الاشهار ان شاء الله تما سمير اذا ويا بحن للمسابقه الثانيه ماشي ثما سمير البوجديني سمير البوجديني الرئيس السي محمد البوجديني هنيئا للسي سمير مبروك عليك عمر ان شاء الله هذه الشتاء القادم رحله الى السعوديه ان شاء الله لاداء مناسك العمره اذا ايثما شي ثما المقابله ثانكارو ثانيتا مقابلة نهائية إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الشباب تحية المغربنا السمار عرفنا عز إذن إثما شو إثمان المتتبعين عز المقابلة النهائية إذا يجمعن جان تمزيدان البر لشفالباخ تمزيدان السلام ذي هاتاسهايم السلام هاتاسهايم ومسجد البر غنيتان كذلك نوحين فرانكفورت لشفالباخ بالضبط أين تمزيدان وين يوظن المقابلة النهائية يوظن إذا السيد القنصل العام أنت معظمنا السيد خليفة إيد الشيب يغيبش الانطلاقة المباراة برافو برافو مباراة ثانية قنصل لنتفيث من إما جميع الملتقيات المغربيين لنتفيث ويتشاس نفوس الحمد لله الألفة يا مغربيين مرة حفظ الله وطننا المغرب ورزقه الأمن والأمانة والاستقرار إن شاء الله إذن إجن تحية السيد القنصل العام تماث النغ يفرح أن نبدأ المغربيين وتيش نبدأ جن قيمة المغربيين شمالا جنوبا شرقا وغربا خلي راسي
إذن إثم شيث من المتسبع كيعزن شاف زيدان البر ذي الشبال باخ انتثيك سين ينتثيها في المقابلة النهائية إذا نتا ما شاء الله إذن مجدو بني غيث مسيث من المتسبع عندها يعزن ثومة محسين ميس مزغنغان الشباب زي مسجد البر دي الشفال باخن هنا يستطعن هما أضوء ذنغ المقابلة النهائية وهما تسلم من أخوه إن شاء الله كأس المقابلة كأس الدوري تفضل كلمة تقنية 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 كمان إذن كلمة قوم عن هذا التقنية وثمنا إنا غيسها نخل بطولة يا دينا وتوصل سبع سنين لين يسوي جدا بس أنا عاد حان كسير كسر بسم الله بسم الله شوف مشينا الطاقم التقنية يعجبنا غير حان شارك في الدورية يحرم من مار التيران يعني ما شاء الله يجن قيمة ذي الأداب يجن قيمة ذي الاحترام يقع شي حاجة المناوشة تتم الزرين مشا معليش عادي عادي يعني ينتمي إلى كرة القدم نشكر المنظمين نشكر مساعد المدرب سي أيمن لأن بجزقنا لأن يقع مجهود تتم قرانين بجزق ماشي اسم الخوتة يقيدي لفينا الخوتة يقيدي لفينا الخوتة بجزقنا زيزوا تشمع تشمع مي غثير يدير وسط ماري حرمنا ذا الزرن تدخل خطيت غنقا ونشي ان شاء الله قاع عميدي قوانا نحتفظ في البطولة قد نسعود تنوي ان شاء الله ثاني الرسالة سي عيسى نشكاري شو رشك نهار زي صبح شك دانيتا ورشك زعما ما شاء الله عليك سيد مارة من دانيتا توقع عندي دوري الإخوة دانيتا الصحبة نشكاري تنطس جين زعما يجن دوري ما شاء الله بروفيسيونيل يجن دوري تقول شان نسي عجبان غطس الحال بحضور السيد القنصل العام دانيتا ديت من فرانكفورت بحضور جميع الطاس من جمعية إذا يحضان الطاسنا إيمان تمزيداوين ما شاء الله 16 تمزيداوين إذا يحضان شيني عجبان غتصل حار دانيتا ما شاء الله ونفاح الطاس رماني وضع له فينا المكسيكوبا يجي نفرح حتى مقرة الطاس نتمنى ان شاء الله عيسى عميد يقعد نسعود ان شاء الله مرة نقيدي الحياة شكرا بارك الله فيك يجي الشكر خاص يشكى بعدا بارك الله فيك السي عيسى كانت فيغا Natürlich nicht möglich gewesen, wenn die Brüder von Sohba nicht monatelang daran gefeilt hätten und gearbeitet hätten, damit das so gut funktioniert. Und Alhamdulillah, es hat gut funktioniert. Wir haben unglaublich tüchtige Unternehmen an unserer Seite. Ihr habt gesehen, unsere Sponsorenwand ist wirklich hervorragend. Das sind Menschen, die haben einfach gesagt, hey, was macht ihr? Wir haben erzählt, was wir machen und was wir vorhaben. Und die haben gesagt, okay, wir unterstützen euch. Und ein riesiger Dank an diese tollen Unternehmer. Also ich habe Geschichten mitbekommen in dieser Zeit, als wir mit diesen Sponsoren gearbeitet haben. Die kann man eigentlich nicht vergleichen. Sie verzichten auf so viel und geben so viel, investieren sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Geld von ihrem eigenen Unternehmen, um uns das zu ermöglichen. Jazakumullahu khairan. Neben diesen Leuten, die da drauf sind, gibt es auch noch einige, sogar Privatpersonen, die gesagt haben, was macht ihr? Ihr macht das und das. Wir unterstützen euch auch. Aber wir möchten bitte nicht aufgeführt oder erwähnt werden. Auch diese Leute, Jazakumullahu khairan. Wir kommen nun zur Wir kommen jetzt noch zu einem, wir haben ja vorhin nach dem Dohr-Gebet haben wir die Möglichkeit gehabt von Sheikh Milod und unserem Superstürmer Al-Araishi einige Worte. رئيس جمعية الصحبة وإلى كل أعضاء الدفاع المسير على التنظيم بهذا الدوري السنين الذي تفاعل في اللاعب وفيما بينهم وتفاعل المشجعون لحظات وانتهى فرانكفورت خاصة تكرر الانسجام والتواصل بين مغاربة العالم خاصة في مدينة فرانكفورت وهذا هو المقصود والهدف من هذا الدوري
أود أن أشكر جميع الفاعلين الجمعويين ورؤساء الجمعيات على مشاركتهم في هذا اللقاء وحضورهم كذلك معنا رئيس شبكة كفاءة مغاربة العالم سي محمد كرز، معنا سي عبد السلام أيضا رئيس جمعية تويزا وإخوان متين مسجد التقوى وبقي المساجد. الذي نريد أن نؤكد عليه أن القنصلية العامة للمملكة المغربية ستظل تواكب أنشطتكم وتشجعها وكذلك تعمل لتعزيز الروابط الوطنية بين مغاربة ألمانيا وبين بلد الأصل، خاصة وتنفيذ لتعليمات السيد المنصور بالله جلالة الملك محمد الساكن صلى الله الذي له عناية خاصة رعاية في الخارج. أقول لكم شكرا على دعوتكم كريم مجددا وبارك الله فيكم وإلى ملتقى آخر. بارك الله فيكم. uns mit ihm in Verbindung gesetzt und haben versucht, die Verbindung aufzunehmen, um einfach ihn für diese Veranstaltung einzuladen. Das Erste, was er gemacht hat, er hat uns erstmal eingeladen in sein Büro. Wir haben uns sehr nett unterhalten und man hat sofort erkannt, dass er ein sehr großes Interesse an Sport hat, sehr großes Interesse auch daran, Leute zu fördern insgesamt und natürlich auch wissen möchte, okay, wo sind denn die marokkanischen Vereine irgendwo unterwegs, die Förderung benötigen oder wo man zumindest wissen sollte, dass diese Vereine existieren. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ist Masjid Salam noch da? Masjid Salam Frankfurt? Masjid Salam? شرح ثاني تشوف شنو ما شاء الله حق الصور أسامة مسجد النور فريدبرغ ist noch jemand von مسجد النور فريدبرغ da مسجد النور فريدبرغ مسجد النور ist nicht da legen wir zu Die IIS-Moschee in Frankfurt. Die IIS-Moschee in Frankfurt. Mashallah, mashallah, mashallah. Das sind die Titelverteidiger. Okay? Also, niemand kann sich sicher sein. Marhaban, marhaban. Allah yabarak fik. Alaykum salam. Danke. So, Masjid al-Fatih Offenbach. Masjid al-Fatih, mashallah, 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 mashallah. Time on? Die sind auch okay. Sehr gut. Sehr schön. Siebter, achter Platz, Masjid Omar Mannheim. Also, Masjid Bilal, auch 5., 6. Der Präsident, El Presidente. Wen soll ich jetzt nehmen? Ich weiß nicht. Ein starkes Turnier gespielt, mashallah. Masjid al-Bir Schwalbach. Oh, yeah, got it, boy.
كم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أيثما سويثما المتتبعين غي عزن أكل لحظة يزرم رخو التاريخية جمعية الصحبة في الجانج الحدث نهارا ضم قران وضم قران سوطس استطاعت جمع 16 مزيداوين ماشي سهلة جمع 16 مزيداوين محبة في الله وألفة نهارا يابح فريق الشبال الباخ ذا خمزيدا الشبال الباخ البر ولكن كشي يابح نهارا سلموا الدية الأخوة يا الإخوان فيديو نهارا صفي ودارين قارو انتقاذا الجمعية الصحبة فردا فردا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.